مساء الخير، نحن هنا في العين في منزل زكي نسيبي. من هو زكي نسيبي؟ هو شخصية فزة لا أستطيع أنا أن أقدمه، سيقدمه التقرير التالي. حبيت أني أبدأ باللغة لأن اللغة هي التي قربتك من يعني الشيخ زايد. هي القصة بأنك تعرفت عليه وكنت أنت طالب في بريطانيا، والدك سفير الأردن هناك، وثم صارت يعني النكبة والقدس ما عاد فيها أفق فأتيت إلى هنا، ولكن اللغة هي التي قربتك. يعني بمعنى آخر أنك أنت كنت المترجم، بس مش فقط المترجم، لنقل أيضا أنه كان الشيخ زايد يحب أن يعرف ماذا يحصل في العالم، ماذا هناك في الصحافة العالمية، ماذا هناك من كتب، ماذا هناك في العالم. كيف شخص يعني أدي كان متعلم هو وعنده هذه الرؤية لا يعرف ماذا يحصل؟ اللغة ما في شك كانت هي مفتاح العلاقة اللي تطورت مع الشيخ زايد، لأنه كانت لديه رسالة هامة خالدة يريد أن ينقلها للعالم في ظروف صعبة، في منطقة موبوءة بالصراعات خلافات مشاكل، وكان يريد أن تنقل هذه الرسالة بالشكل الصحيح والسليم لغويا طبعا، ولكن أيضا إعلاميا. أن أنا فبدأت العمل على المستويين، يعني بدأت العمل كالمترجم الخاص له اللي أستطيع أن استوعبت أفكاره وآراءه رؤيته تجاربه، وأستطيع أن أنقلها بلسانها كما هو يعبر عنها، وليس فقط بنصوصها يعني الميتة، ولكن بلسان حالها بنفس الشعور اللي موجود فيها، لأن هذه الرسالة هي اللي تأتي بالعالم إليه. ولكن أيضا الاهتمام الإعلامي، كيف هو بدأ بهذا الاهتمام؟ تجارب تراكمية، يعني الشيخ زايد الله يرحمه من هو ولد في مرحلة صعبة من حياة الإمارات، ولد بعد وفاة جدهم الكبير زايد الأول اللي كان حقق لأبو ظبي، إمارة أبو ظبي، تحالف بنياس، قوة وسلطة وسطوة بحرية وبرية، ولكن هو عندما ولد في مرحلة كانت الاقتصاد فيها يتهاوى مع المشاكل الاقتصادية العالمية، مع تطور اللؤلؤ الصناعي، في حالات شظف، ولكن كان أيضا عنده طموحات كبيرة وتعلم. يعني الشيخ زايد استوعب من العالم من حوله مع طموحاته الواسعة اللي كان يريدها لبلاده. كيف تعلم؟ كيف شفهية تعلم؟ هو كما من ذكر الحكايات، من القصص، من القصص كما ذكر لنا في أول كتاب أنا ترجمت له مطولا مع كاتب بريطاني كلود موريس وسماها صقر الصحراء. كيف أن التعليم كان عند بالمراحل البدائية، يعني المطاوعة يعلموا على القرآن، ولكن كان له شغف بالشعر العربي، الشعر العربي الكلاسيكي، كان يحفظه ويردده أمامنا ويمتحن اللي موجودين معه عن معاني الكلمات وبلاغتها. أنا بدي قصة أنه وقت نيل أرمسترونغ حط قدمه على القمر، يعني على كوكب القمر للمرة الأولى، كنت مع الشيخ زايد، ماذا حصل؟ هذا صحيح، 69 عام 1969، وكنا في ملقا، وهذه هي الحادثة أحد البحث اللي بدأ فيها الشيخ زايد، اللي زكي ترجم ما يقال، فبدأت الترجمة.
كان من حوله رفاقه اللي هم رفاق الدرب من نفس العمر ومن نفس الخلفية. فالكل بالأول بدأ يتكلم ويقول هذا شيء مستحيل أن الإنسان يستطيع أن يخترق السماوات السبع لأن يصل إلى القمر، غير معقول وهذا كذب وتلفيق. فالشيخ زايد قال لهم بالعكس، يعني هذه مشيئة الخالق، وكل ما يشاء الخالق نحن كبشر قادرين عليه. يعني وقت كنت صباحا تأتي وتقول له ماذا هناك في الصحافة العالمية، كان الهدف أنه يصل إلى هذه المرحلة، يعني أنه أريد مثلا هناك إعلام في بريطانيا متفوق، أريد أن يكون في أبوظبي إعلام متفوق بهذا الشكل. هاي هي دينامية أو آلية المشاريع اللي كانت برؤيته باستمرار. يعني هو أيضا تكلم لنا بالكتاب مع موريس كيف أنه بالخمسينات سافر إلى عدد من الدول الغربية، أمريكا ولكن أيضا فرنسا وبريطانيا إيطاليا. في إيطاليا على سبيل المثال زار الفاتيكان لأنه أراد أن يرى هذا المكان، هذا بالخمسينات 52 أو 53. في فرنسا زار المتاحف والمؤسسات الكبيرة وقال أنا أريد مثل هذه المتاحف، وكان من أول المشاريع اللي طلبها عندما عاد تولى مقاليد الحكم أن نقيم متحف هنا في مدينة العين لنعرض فيه الآثار التي عثر عنها في هذه المنطقة، لتتكلم عن حضارة راسخة في التاريخ، يعني حضارة المجتمعات اللي كانت تقطن هنا من 4000 سنة وكانت تقوم بالتجارة مع الهند وما بين الرافدين يعني العراق. لأنه أراد أن يقول للمواطن وأيضا للأجانب اللي بدأوا بزيارة الإمارات بأن هنالك ثقافة وحضارة وهنالك تاريخ ونريد أن نعرفه. وبالطبع هذا أدى بآخر الأمر إلى هذا الحلم الكبير اللي هو متحف اللوفر أبو ظبي أن يفتتح في أبو ظبي عام 2017. كيف فكر بالاتحاد؟ الشيخ زايد رجل يعني مجبول بالوحدة، وحدوي النزعة ممكن تقول، يؤمن بأن قوة الأمة قمة قوة الإمارات سوف تكون بوحدتها. وبدأ بالتفكير هذا على فكر جده اللي هو زايد الأول اللي حاول 1903-1905 أن يجمع حكام الإمارات ولم تنجح مساعي آنذاك. بدأ بالكلام عن وحدة الإمارات بالستينات قبل أن يتولى الحكم، يعني كان بالعين عام 1964 اجتمع مع ويليام لوس اللي هو أصبح فيما بعد المبعوث البريطاني عند انسحاب بريطانيا من المنطقة، وذكر له نحن نريد أن نقيم اتحاد بين الإمارات لأن قوتنا هي في وحدتنا. عاد هذا الفكر لدي عام 66، عرضوا على آتشي لامب اللي كان معتمد بريطاني آنذاك، وأعادوا عليه في عام 67 أن نريد أن نقيم اتحاد. عندما بريطانيا أعلنت عن نيتها أو سحب المظلة مظلة الحماية اللي كانت موجودة مع الإمارات والخليج من 150 سنة، هذا عجل الدافع لديه للعمل على قيام هذا الاتحاد. لأنه الانسحاب كان يخوف من الفوضى الأمنية أو أن يعودوا يعني عندما بصراحات. أعلنت بريطانيا أنها تسحب مظلتها الأمنية من المنطقة، هذه أعلنتها عام 68 يناير 68، مع أنه بنوفمبر 67 الوزير اللي أتى زيارة الشيخ زايد قال لهم إحنا بننسحب من عدن الحكومة العمال ولكن سوف لن نسحب مظلتنا الأمنية من الخليج. عام بيناير 68 أجوا قالهم بالعكس نحن سوف نضطر نسحب هذه المظلة الأمنية. كان هنالك خوف أولا داخل الإمارات لأنه ما كانت هناك منظومة أمنية بديلة، ما كانت هنالك، لم يكن هنالك جيش، لم تكن قوات شرطة قوية، كانت الإمارات مبعثرة، كانت هنالك خلافات على حدود، خلافات ما بين الإمارات المختلفة بالرغم من أنها تشترك بالتاريخ والتراث وروابط الدم. يعني إذن كان هنالك خوف شديد من فراغ أمني، والسؤال كان من سيملأ هذا الفراغ، من سيأتي فيملأ هذا الفراغ. شيخ زايد كان مشروعه حلمه
رؤيته، إيمانه العميق أن الاتحاد هو من يملأ هذا الفراغ. يعني تذكر شيء ما بمرحلة التحضير للاتحاد مثير حصل مع الشيخ سايد؟ يعني أنا أذكر عندما أول ما أعلنت حكومة العمال البريطانية أنها ستنسحب من الخليج والمظلة الأمنية، كان هنالك تخوف شديد من الحكام، وكان هنالك عرض من الشيخ زايد، الآن نشرت هذه فليست بسر، يعني أن طب أنتم بتكلفكم عملية الحماية الأمنية هذه 30 مليون جنيه بالسنة، لماذا لا ندفعها لكم وتأجلوا هذه المرحلة الانسحاب لسنتين أو ثلاث إلى أن نقيم منظومة سياسية أمنية لتستطيع أن تتحمل هالمسؤولية؟ الحكومة العمال رفضت وقالت نحن لا نقبل بأنه نأخذ من الآخرين، يعني نصبح رجال يدفع لنا أن نكون مثل المرتزقة. مثل المرتزقة. عام 69 كانت هنالك حزب المحافظين على وشك أن يكسب انتخابات البريطانية فيأتي إلى الحكم، وحزب المحافظين له موقف سياسي أيديولوجي يختلف عن العمال، فأرسل أدوارد هيث كان آنذاك رئيس حزب المحافظين، أرسل مبعوث له لكي يقابل الشيخ زايد ويسأله هل تريد إذا عادت حكومة المحافظين إلى الحكم كما سوف نعود أن نؤجل هذا الانسحاب. الشيخ زايد أجاب، وأنا أخذت المبعوث بنفسي لمقابلة الشيخ زايد هنا في مدينة العين، وكان الشيخ زايد يقابل المسؤولين الساعة الثانية فجرا ثلاثة فجرا، يعني كان عمله متواصل يوما نهارا. جواب الشيخ زايد كان لا، نحن لا نحتاج أنكم تأجلوا الانسحاب، نحن سنقيم دولة اتحاد، ودولة الاتحاد سوف تتحمل مسؤولياتها، وإنتوا رح تكونوا أصدقائنا وحلفائنا ونعتمد عليكم. نفس الرسالة اللي نقلها عندما قمنا بزيارة إيران عام 76، والشاه عبر عن مخاوفه من أن هذا الاتحاد يعني مخلوق ضعيف وهش وفيه خلافات ونزاعات حتى أنا وقتها ما بين الإمارات، فهل يريد حماية عسكرية؟ فالشيخ زايد قال له أبداً، أنت الأخ والصديق والحليف برغم احتلاله للجزر الثلاث اللي نحن لا بس ما أثيرت حتى، لأنه كان وضع الشيخ أو سياسة الشيخ زايد أنه هذه حقوق ثابتة سوف نطالب بها ولكن بالطرق السلمية وبوقتها وبالطرق السلمية. لكن نفس الرسالة للشاه أنه لا، إحنا قادرين وهذه دولة اتحادية ستقوم بمسؤولياتها. جاب صحفيين فرنسويين، أذكر مؤتمر تلفزيوني فرنسي نفس الفترة اللي سألوا بسنة 69 هل تريدوا أن هل لديكم مخاوف تريدوا تأجيل الانسحاب البريطاني؟ الشيخ زايد قال لا، نحن جاهزين، سوف نقوم بالدولة الاتحادية وتكون هي مسؤولة. هذا بالوقت اللي نحن كنا نعرف كمسؤولين عن الإعلاميين اللي نأخذهم بالاجتماعات المختلفة بين الحكام أن كانت هنالك خلافات مستعصية، يعني بين لم يتوصلوا إلى اتفاق، استمرت هذه 68 و69 و70 إلى وصلنا إلى 71، كل مرة تقريبا يكون في طريق مسدود، لكن الشيخ زايد رحمه الله دائما كان واثق بأنه سيقوم الاتحاد. يعني عشت معه طبعا أحداث مهمة، وأحداث أنت بالنسبة لك كمان مهمة أكيد. يعني حرب 73 ماذا فعل الشيخ زايد؟ الشيخ زايد تألم وألم كبير من هذه الحرب اللي أدت إلى مآسي وخسارات كبيرة، وكان أول رد فعل له طبعا أن هو من بادر بقضية البترول وأن كيف نقطع البترول. كان وزير البترول آنذاك مانع العتيبة وموجود في اجتماع في الكويت كما أذكر، وكانت الفكرة في أول الأمر أن ينقطع البترول عن الجميع، أن يكون هنالك قطع إمدادات البترول عن الجميع. الشيخ زايد قال لا، لأنه هذه ليست بسياسة حصيفة، وهو كان دائما حكيم في قراراته يعني بدون تعجل. قال نحن يجب أن نعلن أن الدول اللي تقف مع الشرعية الدولية ومع قرارات مجلس الأمن 242
اللي هو تطالب بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، اللي تقف مع هذه الشرعية لن نقطع عنها البترول. أما الدول اللي هي بتشجع إسرائيل على التمادي في الاحتلال هي من نمنع عنها البترول. هذه كان أحد ردود الفعل. هلأ يقال أنه فكرة مجلس التعاون هو اللي حملها، صحيح؟ الشيخ زايد بدأ من لما انطلقت فكرة الاتحاد، بدأت بأن تكون الأول الشيخ زايد بدأ يتكلم اتحاد الإمارات السبع اللي هي أسهل مع الشيخ راشد، ومن ثم انطلقت إلى فكرة الاتحاد التساعي، يعني البحرين وقطر أن تنضم إليها. بدأ العمل تجاه هذا الاتحاد ما بين 68 و71، ولكن فشلت المساعي لعدد من الأسباب. فالبحرين وقطر كل منها أعلن عن دولته وصارت القضية بهالأثناء. بهالأثناء الشيخ زايد من اتفاقية الاتحاد قالت أن نحن على استعداد للترحيب بأي دولة عربية تريد أن تنضم إلى هذا الاتحاد بموافقة جميع الحكام أعضاء المجلس الأعلى. وكان في ذهنه تماما أنه يستقطب دول مجلس التعاون الخليجي اللي أصبح مجلس التعاون الخليجي واللي عقد أول اجتماع له في أبوظبي. فكانت الفكرة أن نجمع هذه الدول، وهذه ما نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيقه. وكان للشيخ زايد حتى طموحات أوسع، كان يحب أن يحقق وحدة عربية لكن اصطدمت. كان قومي عربي، يعني بالمعنى أنه كل الأمة العربية تكون واحدة. أمة واحدة وليش ما نأتي مع بعض وليش ما نسد احتياجات بعض. يعني كان دائما يقول، وأنا عدة مرات يعني سجلت له هذه المواقف، إن ربنا خلقنا في دول مختلفة الموارد مختلفة الأحجام بهدف نبيل، وهو أن يريدنا أن نتعاون ونتآزر مع بعضنا البعض. أنا أذكر مبادرته لرئيس صدام حسين. طبعا العراق وصدام لأنه كان منعزل عن العالم من حوله ما صدق بأن هنالك جيوش تتأهب لتحرير الكويت وأنه لا يستطيع مقاومتها. وكان الشيخ زايد يقول ذلك الأمر، أن جيوش صدام لا تستطيع مقاومة 500,000 جندي مع التحالف الدولي العربي يعني الإسلامي. يعني أرسل له شخص مثلا؟ كان دائما يتكلم فيها، لكن على كل وصلت إلى ما وصلت إليه. لما جاء موضوع العراق مع بوش الابن وهدد في الخطاب الشهير الشيخ زايد أرسل، وهذه ليست المرة الأولى بالمناسبة، أنه أنت يا صدام لماذا لا تنسحب من العراق الآن؟ يعني بالحرب العراقية الإيرانية كانت أوضاع مختلفة، وتأتي بضمان وأن تعيش آمنا مستقرا في أبوظبي أو أي مكان آخر تريده، قيل روسيا أو بيلاروسيا في فترة، بس ابدأ حتى في أبوظبي أنه نحن مستعدين. وصلت الرسالة للعراق؟ كانت سوف تناقش، وأنا أتصور نعم وصلت، وأتصور وصلت للجامعة العربية. هي كانت يعني نوقشت في قمة شرم الشيخ، بس رفض مناقشتها نعم لعدد من الأسباب. الأمين العام آنذاك وهو صديق يعني طبعا وبعرف أنك أنت تعرفينه جيدا، هو قال أنها لأنها وصلت بغير آلية معترف بها، يعني أو هنالك آلية لعرض المشاريع على قمة، وهذه لم تكن من بين. على كل حال لم يرسل أحد إلى صدام حسين. كانت فرصة وما ما 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 تمت. يعني أنت تعتقد أن صدام حسين وصلت له رسالة؟ وصلت له أعتقد، وأعتقد أنه كان هنالك مبعوث، وأعتقد أن ما بستطيع أن نعم، لكن أعتقد كان هنالك مبعوث وأن هذه الرسالة وصلت، أن نحن على استعداد أن نؤمن لك مخرجا مشرفا، لكن اتأكد أن إذا جاءت أمريكا بجحافلها سوف تدمر العراق وهذا حرام. لكن للأسف يعني صدام ما اعتبر بهذا الشيء. وكان بالمناسبة نفس العرض هذا عرضه على على الرئيس الباكستاني عندما كان يهم بذو الفقار علي بوتو، بإعدام ذو الفقار علي بوتو. فعندما كان وقت بده يعدمه صحيح، الشيخ زايد أرسل لذو الفقار، أرسل لضياء الحق أنه هذا الشخص لا تعدمه، يعني اعفو عنه.
وخليه يأتي عندنا في أبو ظبي ونحن يعني نعطيك ضمان بأنه لن يتدخل في الشؤون الداخلية في باكستان. وأذكر آخر مبعوث أرسله الشيخ زايد لهذا السبب كان الشيخ حمدان بن محمد رحمه الله، اللي كان أنا ذاك نائب رئيس وزراء في الإمارات وأنا كنت أرافقه، ورحنا لإسلام أباد وكان يوم حتى أذكر كانت في يوم الوطني وكان في استعراض عسكري وطيران، ولما قلنا له نحن نصل مبعوث من الشيخ زايد ضياء الحق قال الطائرة لا تستطيع أن تهبط لأنه في استعراض جوي، تم الاتصال بالشيخ زايد، الشيخ زايد أصر وقال له أنه يجب أن تحط وأن تصل بالرسالة، ووصلنا الشيخ حمدان نقل الرسالة لضياء الحق لكن ضياء الحق رفض. ما عليك، قلت باحتفال أنه نحن يعني هو الذي وضع السياسة الخارجية. نعم. كيف يعني؟ يعني اختلفت السياسة الخارجية من أيام الشيخ سعيد؟ لا، أنا أعتقد أننا نسير على هذا النهج. أنا أعتبر أنه أحد المفاتيح الرئيسة لنجاح دولة الإمارات، وهنالك عدة إذا بدك محاور، هو سياسة خارجية ناجحة اللي خططها وبدأها من الأساس الشيخ زايد. يعني اللي تقوم أولا طبعا ضرورة تمكين الاتحاد، تثبيت ركائنه والعمل بسياسة خارجية موحدة، هذه كان أحد النقاط الرئيسة بالنسبة لل يعني كل الإمارات لها سياسة خارجية. هذه كانت من أحد النقاط الأولى اللي بدأ العمل فيها. هذه السياسة الخارجية طبعا تعمل على تعزيز علاقات صداقة ومودة في المحيطات اللي الموجودة من حول الإمارات، يعني نبدأ في المحيط الخليجي ومن ثم العربي ومن ثم الإسلامي ومن ثم دول عدم الانحياز اللي انضمينا لها منذ البدايات ومن ثم العالم. وكانت هذه السياسة تقوم على أن الإمارات تقوم بدور فاعل ومسؤول أن تساهم في تثبيت دعائم للأمن والاستقرار، أن تكون دائما بجانب الحقوق المشروعة، أن تدافع عن الحقوق العربية، أن تكون دائما ساعية خير وسلام ومودة ما بين الدول والشعوب. الهند والباكستان قام بمساعي كثيرة، كنا بالنسبة للتقريب ما بينهم. بنغلاديش والباكستان بعد ما قامت الحرب اللي أدت إلى يعني انفصال بنغلاديش، كثير من الاجتماعات اجتمعنا فيها بسبب بهدف تقريب وجهات النظر. نفس الخطاب اللي يوجهه لكل الأفرقاء بأن وكان معروف عنه الصدقية بأنه يتكلم دائما ما يشعر به. يعني كثير من الناس علقوا فيما بعد أن في اجتماعات المسؤولين الغربيين الأمريكان على خاص مع مسؤولين عرب بيسمعوا شيء داخل الاجتماعات الخاصة، بعدين بيخرج المسؤول صحيح على الملأ وبقول احنا ناقشنا وقلنا وطالبنا، وبقول المسؤول الأجنبي ونقلوا لنا يعني ولا ولا طرق هذا موضوع لم يطرق إليه. وفلسطين ما يعني وين كانت بوعيه؟ يعني فلسطين كان من أشد دائما المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكان دائما يساهم وبقوة في دعم الفلسطينيين مساعيهم. بس الاتفاقات السلام اللي صارت قبل يعني كان ديفيد يعني وادي عرب، كيف كان موقفه؟ ما هو موقف الشيخ زايد؟ الشيخ زايد مثلا بالنسبة لكل اتفاق، أولا الدول هي مسؤولة عن عن أفعالها، نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى. ثانيا نحن نريد الإجماع العربي، يعني لا نريد أن نخرج عن الإجماع العربي، وبالتالي علينا أن نعمل على تحقيق مثل هذا الإجماع العربي. بس هو أول من عمل مثلا على عودة مصر للجامعة العربية، لأنه كان يقول مصر هي حليف وهي صديق وهي من آزر القضية الفلسطينية ونحن يجب أن نعترف. يعني الإمارات تقول أنه نريد نحن أن نفكر خارج الصندوق، ماذا نستطيع؟ نحن نريد أمن وسلام واستقرار في الشرق الأوسط، تكفينا الحروب والمناوآت والمناوشات اللي دمرت الشرق الأوسط بأكمله 70 سنة. 70 سنة. يعني أنا ما يثيرني بالموضوع أنه طالب كامبريدج ما له علاقة بكل الموضوع اللي ينشأ
في هذه المنطقة يأتي به الشيخ زايد ويضع مستشار إعلامي وثقافي ومترجم ووزير. يعني ما هي العلاقة وكيفك تعطينا حادثة بيناتكم هيك أثرت فيك؟ أنا شخصيا أعتبر هذا مثل لقاء مع القدر. يعني أن من صحيح. رحلة من لندن أو كامبريدج وأتيت أبو ظبي في ظروف معينة وقابلت الشيخ زايد وبدأت العمل معه، وهو رجل بالفعل استثنائي. يعني كيف علاقته بأولاده كانت؟ كانت علاقة، يعني كان مربي، كان يريدهم دائما أن يسيروا على نهج معين، فكان قاسي عندما ينزاحوا عن هذا النهج أو يشعر بأن هنالك تقصير، كان أقصى معهم من ما هو عليه مع الآخرين، ولكنه كان أيضا دائما يعني يريدهم أن يستوعبوا من ويكونوا معه ويتواجدوا وأن يستوعبوا كل الأمور، وحتى كيف دخلتهم في المجلس كان يعني يريدهم أن يدخلوا بشكل معين، يريدهم أن يكون لهم دائما وجود بشكل معين، وكان دائما يعتبر أن المجالس هي مدارس، أن الطفل من البدايات يجب أن يتعلم في هذه المجالس، لأن العلم ليس فقط المدرسة ولكن أيضا المجلس والصنعة، كيف التقاليد، كيف التراث، كان حريص على الحفاظ عليه. فإذا كانت دائما بالنسبة له علاقته مع عياله هي علاقة محبة ومدرب، يعني يقصوا عندما تكون حاجة للقصوى لأنه يريدهم يكونوا على مستوى القيادة. وحتى لما سألوا مرة مراسل النيويورك تايمز وبالإنجليزي وقال له يا شيخ زايد إحنا الآن الإمارات بخير وإنت رئيس والكل مطمئن، شو يحصل بعد وفاتك بهذه الصدمة؟ وأنا حرشت من السؤال وشعر الشيخ زايد أن هنالك سؤال محرج، فقال لي زكي ما عليك أنت، شو السؤال، شو اللي؟ فذكرت له طبعا مع يا طويل العمر وبعد عمر طويل وبعد هذا، بس الشيخ زايد قال موجودين، موجود ولي العهد، موجود المسؤولين، موجود شبابنا، موجود. إذا كان يعد، وهذا أحد مفاتيح عظمته أيضا، ليس فقط بأنه هو الزعيم الكاريزمي الاستثنائي، ولكن مؤسسة الحوكمة فيما بعده كان يعد كيف تكون هذه المؤسسة قائمة، نفس الشيء اللي تقوم عليه قيادتنا اليوم. معاليك دكتور زكي نسيبي، شكرا كثير. شكرا جزيلا جزيل، وأبو ظبي هي اللي أعطتنا كل هذه الأمور، ونحن نشكر شاكرين